سلام لكم متابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل البلوزه اللي شايفينها قدامكم. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. كنت قدمتها معاكم قبل كده بالباترون، النهارده هعلمكم ازاي تعملوا الكولا والبلوزه من غير باترون. ده القماش اللي هستخدمه، كميه القماش هتكون من متر ونص لمترين من القماش على حسب طول البلوزه وطول الفم. زي ما شفتوا في العنوان هشتغل على القماش مباشره من غير باترون. هطبق القماش بالطريقه دي وهاخد مقدار الامام ومقدار الخلف. ده كده مقدار الامام، ده طول البلوزه، طبعا الطول على حسب رغبتك. العرض ده ربع دوران اكبر حجم، وضيف عليه مقدار الخياطه في حدود 3-4 سنتي. مقدار الخياطه برده على حسب رغبتك. ده كده مقدار الكم، قماش مطبق على اربعه بالشكل ده. انا عامله الكم طويل زياده 2 سنتي عن الطبيعه علشان انا هركب له استك. ده الخلف اللي انا هشتغله الاول. عندي دوران الرقبة 7 سنتي، هاخد 7 سنتي عرض و2 سنتي طول، وهعملهم دوران بالشكل ده. عرض الظهر عندي 18 سنتي، من الكتف 4 سنتي، طول حردة الإبط 22 سنتي، طول الظهر 40 سنتي، طول الجنب 18 سنتي. دوران الصدر 26 ناقص 1 سنتي يبقى 25 علشان بشتغل في الخلف. دوران الوسط 21 سنتي ناقص 1 سنتي يبقى 20، وهضيف له 2 سنتي او 3 سنتي توسيع. انا مش هعمل بنسة، بس مش عايزة الوسط يكون ضيق قوي، فهعمله 22 بالشكل ده. دوران اكبر حجم 27 ناقص 1 سنتي يبقى 26. الالوان اللي انا بستخدمها دي الوان شمع، يفضل انكم ما تستخدمهاش. انا بستخدمها علشان تظهر في التصوير، لكن لو انا هشتغل من غير تصوير انا مش هستخدم الالوان دي علشان دي بتطلع بصعوبه شويه. هطلع من عند الجنب في حدود 8 سنتي وهعمل دوران بالشكل ده. الكتف 13 سنتي، هعمل تعديل في دوران الرقبة، هدخل في حدود 1 سنتي بس في العرض بالشكل ده، وهنزل برضو في حدود 1 سنتي، هيبقى بالطريقة دي. ده التعديل مش الكولا، انا لسه ما عملتش الكولا. ده كده التعديل. ده كده الامام اللي هشتغله. عندي دوران الرقبة 7 سنتي طول 7 سنتي عرض، وهعملهم دوران. عرض الظهر 18 سنتي، ميل الكتف 4 سنتي، طول حردة الإبط 22 سنتي، طول الوسط 40 سنتي. طبعا 40 سنتي أنا هطلع عند الرقبة هنا 1.5 أو 2 سنتي، فده هيعوض لي فرق الأمام من الخلف. طول الجنب 18 سنتي. عندي دوران الصدر 26 زائد 1 سنتي يبقى 27. أنا بشتغل في الأمام دلوقتي، فهضيف 1 سنتي. دوران الوسط 21 سنتي زائد 2 سنتي يبقى 23. دوران اكبر حجم 27 سنتي زائد 1 سنتي يبقى 28. هطلع 1.5 سنتي بالشكل ده، وال1.5 سنتي ده هيبقى فرق الامام من الخلف في طول الظهر. انا عامله الاثنين بنفس المقاس، هطلعه بالطريقة دي، وده هيكون فرق طول الوسط من طول الظهر. طول الظهر احنا عاملينه 40 سنتي، وطول الوسط برضه 40 سنتي، فطلعت 1.5 سنتي بالشكل ده من عند دوران الرقبة. بعدين هعمل طول الكتف 13 سنتي. هعمل تعديل في دوران الرقبة. انا عملت تعديل في دوران الرقبة الخلف 1 سنتي عرض، فهعمل نفس العرض بالشكل ده 1 سنتي. التعديل في الطول هيكون 3 سنتي عن 1 سنتي عرض و 3 سنتي طول. طبعا لو عايزاها يكون اوسع من كده هتكبري عن 3 سنتي، بس انا شايفة ان 3 سنتي هيكون مظبوط، فهقيس 3 سنتي بالطريقه دي وهاخدها بدوران. 2 سنتي او 2.5، يعني على حسب ذوقك ما انت عايزه العرض كام. شايفين الدوران ده، انا هعمل عليه او هعلم عليه بالطريقه دي 2 سنتي
لحد ما اوصل لدوران الرقبة كله او للكولا كلها، وهعمل دوران بالشكل ده. شايفين؟ ده كده في الامام. برضو الخلف اعمله بنفس الطريقة. عندي المقاس 2.5 لما اجي اقصها هخلي 1 سنتي بالشكل ده، علشان لما اجي اركب الكولا دوران الرقبة ده ما يوسعش زيادة والكولا تطلع صغيرة، فانا هخلي 1 سنتي بالطريقة دي. ده كده الخلف. زي ما قلت لكم انا نزلت 2 سنتي بس في تعديل دوران الرقبة، مش 4 سنتي، لان 4 سنتي كانت هتبقى كتيرة. دلوقتي لما اجي اقص برضه هخلي 1 سنتي زيادة. بعدين دلوقتي هعمل الكولا. هجيب قماش مربع، القماش ده هيكون طوله 35 سنتي وعرضه 35 سنتي. هجيب قماشتين علشان الكولا والبطانة بتاعتها. ده كده قماش الكولا زي ما شايفين، قماشتين بالطريقة دي طولهم قد عرضهم. الطول 35 سنتي والعرض 35 سنتي. هطبقها بالطريقة دي. شايفين ان كده طبقتها مثلث وكل الجوانب مقفولة. بعد ما ثبتها بالطريقة دي هثبت المزهورة من عند راس المثلث بالشكل ده، وهعمل دايرة. بعدين هجيب الطبقة التانية برضو هعملها بالشكل ده. عندي ارتفاع الكولا زي ما قلنا 2.5 سنتي، فهاخد سنتي زيادة للخياطة من فوق، سنتي من تحت يبقى 4.5 سنتي. ادي 4.5 بالطريقة دي. برضه علشان تطلع مظبوطة اكتر هقيس من فوق وهشوف المقاس، يعني الاتنين 1 طلعتلي مظبوطة، وهقص بالطريقة دي. طبعا هنا الكولا هتطلع كبيرة خالص، مفيش مشكلة، انا هظبطها على قد المقاس الموجود عندي، علشان تطلع كبيرة افضل من تطلع صغيرة. دي كده البطانة. بعدين هجيب دوران الرقبة الامامي ودوران الرقبة الخلف واثبتهم بالشكل ده علشان اخد مقاس الكولا، وهقص بالطريقة دي بزيادة 2 سنتي. ده كده هيكون شكل الكولا. ممكن تعملوا قماش ورب، بس قماش الورب ده هتكون عندكم قماش كتير خالص، فانا ما عنديش قماش كفاية علشان اعمل ورب. البلوزة دي كده انا قايله لكم تاخد من 1.5 متر لمترين من القماش، انا كنت جايبه 2.25 متر، اخدتهم كلهم. دلوقتي هشطب البلوزة. ثبت المرد من قدام فوزلين، وثبت البطانة بتاعته برضو فوزلين بالشكل ده. هحط البطانة بالطريقة دي وهثبتها بإبر. بعدين هعمل دوران بالشكل ده في البطانة، وهاجب في النص دي كده النص. هقيس طول المرد هعمله في حدود 4-5 سنتي. العرض هيكون 3 سنتي، 1.5 يمين 1.5 شمال. طبعا المقاسات دي ترجع لرغبتك، تقدري تغيري فيها. وهعمله بالطريقة دي 7، وهخيط. بعد ما خيطت المرد بالشكل ده هقصه، هشيل السبعة بالطريقة دي.
ده المرد بعد ما هيتخيط. طبعا هعمل خيط التثبيت على البطانة وهخيط من فوق علشان لما اجي اركب الكولة يكون سهل معايا. هجيب الكولة والبطانة بالشكل ده واثبتهم بإبر واخيطهم من جوه. شايفين خياطه من جوه بالطريقه دي او من فوق، يعني زي ما تسموها. بعد ما اخيط الكولة هعمل تفتيح الخياطات بالطريقه دي. بعدين هجيب العروه وهركبها بالشكل ده بين البطانه والكولة وهخيطها. وانا بخيط هجيب ناحيه من الكولة البطانه او الكولة الاتنين مثبتين في الزين وهتنها بالشكل ده سنتي. برضو الناحيه التانية هعمل فيها تاني 1 سنتي، شايفين؟ وانا بخيط هتني بالطريقة دي. ده شكل الكولة. دي البلوزة بعد ما عملت المرد. انا ركبت الامام في الخلف بالشكل ده، برضه عملت مرد الخلف. المرد ده انا عملت معاكو كتير خالص. هجيب الكولة بالطريقة دي، انا عاملة واخدة فيها علامة النص بالشكل ده وهركبها بالطريقة دي، شايفين؟ علامة النص هخليها في النص بالطريقة ده في نص المرد. بعد ما ثبتها بالإبر بالطريقة دي هثبت الناحية التانية برضو زيها، وبعدين هخيط وهنيجي نشوف هنكمل ازاي. ده شكل الكولة بعد ما خيطتها. بعدين هجيب الكولة بالطريقة دي، دي كده عدلت البلوزة. هجيب الكولة وهعملها بالشكل ده على السنت اللي انا تانياه، شايفين؟ السنت ده بيكون مريح جدا على فكرة وبيطلع شكل الكولة نظيف. بعد ما ثبتت الكولة بالطريقة دي هخيطها. بعد ما خيطت البلوزه بالكامل بالشكل ده، ده كده الكولا. ودي المرد من الخلف، هركب له زرار. طبعا دي الكرافت. الكرافت هاجي على الناحيه الشمال بالشكل ده وهخيطها بالطريقه دي. هخيطها خياطه عاديه خالص وهنشوف شكلها في اللبس. ده شكل البلوزه في اللبس. ده الكرافت. زي ما شايفين الكرافت تركيبه سهل جدا. ايه هيتعمل فيونكه وهيبقى بالطريقه دي. ده شكل الكولة. الكولة جميلة تحفة. وده المرد تقدروا تتحكموا فيه على حسب رغبتكم، تقدروا تكبروا فيه. ده برضو شكل الكم. الكم تقدروا تتحكموا في الموديل بتاعه على حسب رغبتكم برضو. ده شكل الكولة من الخلف وده شكل المرد. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون نال اعجابكم. اتمنى تكون طريقة سهلة وانا قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.